جيت لكم لوسيون هنا بمدينه الرباط، كاين عندنا تما كاين الكنيسه، بنت لكم الكنيسه واحد. هاد الطريق كتطلع لينا يعقوب المنصور، هذه كتهبط لينا للمدينه، هذه ديال الضريبه، شي حاجه ديال الضريبه. كاين السبيطار ديال الحمار هو تما كاينه. هنا خوتي كانت عندنا الدنيا كلها مشبوقه الزيبه، ورا كلشي حيدوه، ودوك الحواجز اللي كانوا نطيروهم نديروا باركينغات من اللي جيت سيتيرنا باركينغات، وهما كيفلاشيو عندهم غير الفلاش. غنمشي لكم غندخل لكم للداخل هنايا الحي المحيط ديور الجامع، حيت دابا هاد ديور الجامع هنا فين خدامين محسوبين على المحيط. هو الروبيو هانيا بخير، سلم سلم لاباس عامل زرايب تحيه للشيافر كاملين. هذا كان مع الدراري ديال ان جي او، كان مع الان جي او، كان مع الان جي او في البرج محمد السادس، كانوا خدامين تما. كاين الان جي او كانت زيرات وكان خاصها العوين، وكان دخل هذا ودخل العماري ترونس، ودخل العماري ترونس، ودخلوا واحد المجموعه كبيره ديال الدراري. بارك الله فيك. دخلوا واحد المجموعه كبيره 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 ديال الترونسبور، كانوا خصهم باش يعطيو الرولي للقباج، حيت كان القباج غيبدا بواحد كان غيبدا القباج بواحد القنطره. هنا عندهم فلاش كيفلاشيو الجنيبات. هذاك الى جيتي الريح ها هو عاود الريحه. تحيه للمتابعين الاوفياء.
ندخلوا لكم هنايا للداخل المرحله الثانيه، ندخلوا من الجهه باش تشوفوا شنو كاين، وغنديكم واحد البلاصه اللي كانت مازال مراونه عندهم ساعات كلشي تجمع. الشكل النهائي متابعي الاوفياء بقى هنايا، السجاد الاسود هو اللي باقي طبي، هو اللي باقي هنايا. بالمقارنة مع آخر فيديو اللي لحت لكم، شو كاين الفرق كبير، جمعات الدنيا شو وتيرة ديال الأشغال ارتفعت هنايا بحي المحيط.
جاتنا واحد المكالمه، شكرا للناس اللي كيسولوا علينا، بارك الله فيكم. متابعي الاوفياء خديتو فكره عرفت شنو كان، خليتكم على خير، وما كان غير الله الوطن الملك وانا مشيت.